بالنسبة لقرقنا عندنا تقريبا 2700 هكتار، عندنا ما يقارب 250 ألف أصل زيتون. هذا معناه يفسر توجه الدولة في غراسة الزيتون في قرقنا، معناها العشرية الأخرى. عندنا معصرة نتاع تحويل زيتون في قرقنا في مليتها، يسيرها مجمع نتاع فلاح معصرة بركة، كانوا زوز هما، فما واحدة سكر. ننجو في عامل الصابة ننجو تقريبا 12 ألف طن. في العام العادي في مسنا نوصلوا تقريبا 5000 طن. المعصرة ماهيش كافية، اللي يخليك سيكو معناها تقريبا 70% من كمية الزيتون تتهز للصفاقة تتعصر وتعاود ترجع. الهدف من الفلاح هو الاكتفاء الذاتي نتاعو، هو عايد لو ريست يبيعوه. رحمة بن حميدة، عندنا ميزون دوت، وانا كل شيء نخدموه احنا. ريتهم نساء اللي يخدموه. ما هو علاش انت اماك شوف علاش انا اللي اكثر اللي يخدموا نساء، خاطر احنا كي تربينا قبل، اذا مش رجالنا الكل اكثرهم مش معناتها ما يخدموش البحر، راهم باش يخدموا في الوظيفه العموميه، ولا يخليونا احنا نساء لهنا في قرقنا هما يمشيو يخدموا تقام في تونس في القبانيه، خاصه في قفصه في المتلوي في سفاقس في كل، يخلي المراه لهنا. المراه هي اللي مش تتلهى بكل شيء، ما هيش مش سلم في رزقها، تتلهى ببحرها، المراه هنا بحاره، تتلهى ببحرها، تتلهى بغابتها، تتلهى برزقها، تحرث تميل. المراه هي اللي تعمل كل شيء في قرقنا، هيك بالموروث معناتها حاجه موروثه، خاطر اغلبنا اذا رجلها بحار معناتها مش يمشي الصباح يجي كان لي عشية، خاطر قبل ما كانش فما موتور مش في ساعة يمشي المرأة هي اللي باش تقعد باش تخدم الرزق نتاعها، وإذا يخدم البرة المرأة هي اللي باش تخدم رزقها، مجبورة معناها. والزيت كي نستخدموه فما عندنا ثلاثة مرات، شوف كيفاش الزيت هذا آخر نوع نتاع زيت، هو زيت الطفحات هكا نعملوه هكا، هذا زيت الطفحات. اللي قبله فما نوعين نتاع زيت، فما الزيت اللي وقت نرحيوه بالرحاء ونخليوه نبيتوه كيف ما هو، هكايا يتسمى الزيت العجمي، على خاطر هكايا كاليتي سمحه برشا نتاع زيت، ومن بعد نعفسوه زادا يخرجنا الكاليتي الثانيه نتاع الزيت اللي هي زيت نضوح. في الاخر عندنا زيت الطفحات في تروا كاتيجوري، الزيت نعملو هكا وهكا. كيفاش مرحي بالرحاي؟ قرقيه ولا قرقيه تقليديه؟ يا اما رحات النعمه، لا رحات الزيتون وحدها، راهي رحات النعمه وحدها رحات الزيتون وحدها، اما هذايا مقرقب بالقرقيبه، فما قرقيبه، قرقيبه زاد التقليديه اللي ما تعصرش عصرا، ما تخرجلكش الزيت، تخرجلك كان رحيات، هاكا نصبوا فوقه شويه ما سخون شويه دافي، لازم الدنيا تكون شمس. خاطر باش نجمو والبروسيس قداش يقعد وقت، قداش تقعد وقت باش تخرج الزيت؟ ايامات نو؟ لا نجمو في نهارين نخرجو زيتنا، لو كي تغزر لهنا تبقى الزيت بداية هبط الزيت غادي. شوف الشوائب اللي تقعد لهنا هذا مستعجل، لازمو يرتاح. هلا حسبنا فما الزيات، فما مثلا السنا يخرج لنا بالسمح، على خاطر ما هوش ما فيهوش برشا ماء، عناول اغلبيته مرجي، بالرغم اللي عناول الصبا برشا، وعد فما برشا تبارك الله الزيتون، لكن ما عطاناش. ما خدمناش السنا اقوى، خاطر ناقص ماء، السنا ناقص ماء زيت. انا ما نبيعش، انا نحطه ونستهلكه على خاطر في الدار ديالها. يما في قرقنا يتباع نضوح ويتباع هذايا، فما شكون يبيع احنا نقولوا زيت نضوح يسرح البلحوم. اي ديما تلقاهم يقول لك قرقني ولا مش قرقني، يحبوا سلعه قرقنا يحبوها، ممكن حيت تربتنا نوعيتها خاصه، ولا حيت تقريبا بحر ولا حاجه من هكا، اما تحس حتى كي تذوقوا فيه نكهة خاصة زيتنا. ولا الفطورة نعم بيها غالي شوية، هو يعني جانا غالي الجيني متاعي ياسر عبادي فيه، على خاطر الخبز بالفطورة ماشي فيه خبز الفطورة في قرقنا، نعملو كيف هكاكا ونخرجو الفطورة
الفطورة هذه نملحوها ونعملوا بها الخبز. الخصوصية نتاع الزميت نتاعنا هي بالشعير القرقني. هاي بالشعير القرقني. احنا عليها احنا الشعير القرقني. مخلطر هنا بالشعير القرقني. تحفونا برشا وكبيرة برشا. هاي لا لا عنده خصوصية كبيرة هاي اللغز نتاعنا. ونرحي والشعير ما عنديش ما جبت شعير الشعير. نترحى هذا دا بودرة. وبالكسكسي ولا بالمنفوخ نعاودوا نكسكسو ونسميوه الكسكسي غلة. Thank you.